دبل كيك كيكا مجنونه، لان كثير من السيدات طلبوها من خلال الصفحه الرسميه اسره سيرش دي اف ام، وامينه قالت كاينين كثير منها، انا نعطي واحد منها مجنونه بالمجانين كوثر من الدار البيضاء اللي هي الاخت ديالها، فغنحتاجو. هي علاش سمت مجنونه او لا تسمت بهذا الاسم؟ لانها كتخلط كلها في المول، يعني السيدات اللي على المعنات ولا هذا، راه كلشي كيتخلط في المول، غير هو عاود الاساسي انه يكون المول ديال الزاج او يكون المول ديال الكراتان اللي نقدروا نخلطوا فيه كله، واللي تقدر تبان الكيك لانها اصلا ما كتنفخش شي بزاف، فهي كتجي شويه رقيقه. غنحتاجوا فيها يعني في المول ديالنا كناخذوه او لا مول اللي يكون ما كيلصقش شي، هذا هو الاساسي. كنغربلو فيه كل من جوج كيسان ديال الدقيق، كيسان ديال العنبه، ثم ثلاثه المعالق ديال الكاكاو يكون مر، وكنضيفوا عليهم خماره واحده ديال الحلوه، يعني هادو كلهم كنغربلوهم يعني، وكنضيفوا كل واحد على واحد هو مغربل دائما في المول. كنخلطوهم ثم كنزيدوا عليهم كاس ديال العنبه ديال سنيده وكنخلطوا، ثم كنضيفوا عليهم نص كاس ديال الزيت وكنعاودوا نخلطوا، وكنزيدوا عليهم كاس ونص ديال الماء عادي وكنخلطوا الكل، وكندخلوا كلشي للفران. غيسولوني الناس واش فيها البيض، هي ما فيهاش البيض. واللي مخالف على الكيكات الاخرين هو ان الكيك الاخر كنديروا الدقيق من بعد، هذا الدقيق هو الاول، كلشي كيتخدم يعني كاينش دقيق كنخدموا الاول، لا كنخدموا النواشفيه الاولى، يعني كنديروا الدقيق يعني جوج كيسان ديال الدقيق كنضيفوا عليهم، ولكن الاساسي انهم يكونوا مغربلين، يعني انا كنعرفوا قد ما كنا كنغربلوا النواشف سواء كان دقيق او لاي شيء غنضيفوه، الا كتجينا الكيك شويه خفيفه هذه كتجي معلكه اصلا من الداخل. دونك كنغربلوا الدقيق هو الاول، ثم كنضيفوا عليه ثلاثه المعالق ديال الكاكاو مغربلين، كنضيفوا عليه خماره ديال الحلوه عاود كتكون مغربلة، ثم كنضيفوا عليهم كيف قلت تقريبا كاس ديال سنيده بقياس ديال العنبه، تنضيفوا كذلك نص كاس ديال الزيت دائما بنفس القياس، كاس ونص ديال الماء عادي، وكنخلطوا الكل مزيان، ثم كندخلوه الفران ديالنا. هنا في طريقه الطياب راه كلشي السيدات كيعرفوا، حتى كيوليو يشموا ريحه الكيك يعني هذه هي ماشي حاجه اخرى، ريحه الكيك ماشي حرق، نو خاص يردوا مع البن وما يتسناوش انها تنفخ، لان ما تنفخش لان ما فيهاش البيض. هذه كيك ديال مفاجاه فعلا، ديال جي عندك الضيف صايبي تستنى واحد الدقيقه غتمشي تصاوبها وغتدخلها، لا تخلي شي واحد كيهضر معايا على ما تمشي توجد، صافي هي دغيا تتوجد، انا بالو لي دغيا تيوجدوا جاتهم سهله، غير هو ملي كتخرج لنا الكيك من الفران فاحنا غنسقيوها، يعني ما نخليوهاش بحال هكاك، هي راه كتجي الشكل ديالها واخا كيكون فيها منيضه. اننا كناخذوا واحد الكميه من الشوكولا الاسود كنعملوه في كاسرول كيدوب، وكنضيفوا عليه من بعد ما كيدوب لينا كنحيدوه من على العافيه، وكنضيفوا عليه ياغورت من الشوكولا كنخلطوه، راه معروف كنخلطوه مزيان، وكنسقيو به الكيك ديالنا. كنضيفوا اضافات، اما انا ضقتها بالشوكولا فيرميسيل بالالوان، تقدر دير فيها اللوز ايفيلي، يعني كتقدر السيده تبدع فيها اللي بغات، كتخليها تبرد وكتقدمها، فعلا هي كتجي فان كتجي فريمون رقيقه بزاف. عرفتي فكرتني جميع اللون ديالها كيجي كحل؟ كلها كتجي بحال داك اللي بغاوني اللي كيكون فيهم كركاع من الفوق، هذه ما فيهاش ديك التقشيره ديال البراوني، فزوينه جدا وسهله وكتجي معلكه، يعني واحد كياخذ غير مخصوصه في وحيد يعني، وكتجي سريعا قد ما كان المول كبير قد ما كتجي ارق. يعني الا درنا في المول اللي هو ديال الكراتان شويه صغير تجي شويه مرفع شويه، كان المول اللي هو رقيق بزاف فهي غتجي هذا رقيقه بزاف. انا هذا الكيك مع كنسمعوا في الدار بزاف، فداك الشيء انا اتصلت اختي وقلت لها تعطيه لي باش نعطيه للمستمعه الكريمه. شكرا لك.